يا اهلا بينا، مرحبا بكم في حلقة جديدة من شاوت صبية. السيزون تاع شاوت صبية قبل رمضان بدات توفى، واحنا محسوب ولينا عائلة واحدة. ماش نخبي عليكم شيء، على هذاك اليوم التشالنج متاعي غدوة جايني ضيف ومستدعيتهم على ابتداج تونسي. على هذاك باش نعملوا مع بعضنا كلكو غوسيت اللي حتى انتوما زادة كان استدعيتوا شكون بحذاكم وتحبوا هكا تفرحوا بيه بحويجة تونسية كما نعرف هنا، ها واش نتنجم تعمل. قعدت نخمم وقلت لازم نعمل لهم هكا حاجات اوريجينال بخليف كالمليوي وبش نحط لهم هكا شويه دقله والجو هذاك الكل، ومن بعد قلت لازم نعمل هكا حاجات سامباتيك. يا اخي خممت في الكعابر نتاع البسيسه، وخممت باش نعمل كريمه نوازيت، وخممت في الحاجه لا بلوز امبورطون باش نحضرها من توا والكل غدوكا جوست نسخنها هكا هاو باش نعملو بامبالوني. دونك قلت هاكا فرصه نوريكم الروسيت كيفاش، وفرد وقت نعملها لضيف غدوه باش يجيو بحذايا. دونك باش نبداو اول حاجه بالكعابر بسيسه. هوني حضرت لي زانغريديون تاعي الكل، دونك باش نحط شويه فيكيا ابسيسه سكر زيت زيتونه ومعها شويه ماء باسكو باش يكلون في الوقت، دونك نجم نعمل شويه ماء. هوني عندي البسيسه نتاع القمح نحط شويه، نجم نحطو 100 غرام. خذوها كالخفيفه خاطر فيهم برشا انواع هوم، دونك خذوا وحده تكون خفيفه. هنا عندي شويه بيستاش، شويه لوز، وشويه بوفريوه محمره، شوية سكر، ما نعملوش برشا سكر، حتى مغرفة وشوية كفيو. ومن بعد عندنا ميزان، هذوما توا باش نعملهم الكل بشكل الواحد يترحى كل فيك يترحى، ومن بعد باش نزيد الزيت في الاخر بالكل. عرفت حبيت هكا نعمل حاجة هكا اوريجينال شوية فيها تيم، وفي نفس الوقت نبعدوا على كالتوست وكل تركي فيك الحاجات الستومداغ والكواسون وندرشني، قلت هكا نعمل افكار شوية اوريجينال وزيد تونسية 100% تونسي. مريقلين هنشوفو ترى يا مريقلين. هاي خنجيب صحفة ونبدأو في صلب الموضوع. يلا نحطو اللي رحيناه الكل، هذوما راهو يصلحوا زيده. انا ما توا قرب رمضان وبديت هكا كل مره نزيد حاجه رمضان. توا باش نحطوا لها الزيت زيتونه. هلا اي تقرب دليخ نوريهم التكستور، وحتى انا الفاكهه راهو ما عملتهاش ياسر معناتك اللي ريحتها على الاخر ريتوها كيفاش، شفتوا الفاكهه ما ريحتهاش ولا توا تنجم تتلم، نجم تعمل لي هكا كعبوره باهية. دونك هكا معناها مريقل فوالا. هاك عبرات البسيسه نتاعي حضروا كان تشوفوا محليهم حقا، تنجموا في بلاصه السكر تحطوا عسل، وهذوما بيان سور شنو يصلحوا زاده رمضان، تحضروا كونتيتي باهية خاطر نعرف برشا برشا انا واحده من الناس في عائلتي يحطوا معناتها البسيسه في يشقوا بها الفطار فطرهم يشقوا بها هذيك. دونك هذيا مشخشقه هكا بالفيكيا بالدنيا، اسمع الفيكيا راه تنجموا تحطوا حتى كاكاويه ولا اللي عندكم، تنجموا تحطوا فيها زريعه الكتان زاده تحمروها شويه وتحطوها، تحطوا فيها الجران دو شيا، الجران دو تورنسول كل نتاع القلوب والكل، ونتاع الجران دو كورج زاده تنجموا تحطوها، معناها من بعد كل قدير وقدروا حطوا فيه اللي انتم تنجموا. حتى كيكه كذابه بنينه راه البسيسه ديجا فيها برشا منافع. كملنا توا الكعابر نتاعنا يقرب دليا، خلينا نوريهم الزين والعين. هاي خنذوقوا شنو هي تجينا وحية عينينا. تنجح لذيذة، فيها كل البيان كيليبغي، فيها كل تقرميشة متاع الفيكيا والسكر المريقل والزيت وكل شيء. وزادة فازة أخرى كي زدتها كشوية الماء ذيك اللي زدتها ما خليتش الكعبة الواحد تكون تغصص، خاطر جينيرالمون البسيسة تغصص، تنجح على الأخر صحية بنينة تعمل الكيف. نتعداو الروسيت اللي من بعد تويكا باش نتعداو للبمبالوني. بون ما نعرفش انا يظهروا لي كيف كيف راهو كيما البمبالوني كيما الفطاير، وحده كبيره وحده صغيره، الفطاير نحسها فيها اكثر بارتي قرموش وكاها. دونك من بعد نشوف شنو باش يجي فطاير ولا بمبالوني. هنايا عندي الفرينه باش نحطها، نكتبوا لكم لي زانغريديون في اسفل الشاشه. باش نحطوا لها هنايا السكر، باش نحطوا هنايا الخميره نتاع الخبز، وما نحطوهاش بحذا الملح، حطيت بحذا السكر هاو. باش نعمل حفره صغيره وشنو باش نحط فيها الملح مقدار مغرفه كبيره مغرفه صغيره يا ربي باش ما تجينيش مسوسه. فوالا دونك هذوما باش نخلطوهم مع بعضهم، ناخذ مغرفه
باش نزيدهم شوية ماء. ما لازم يكون دافي. دونك نخلط هذوما هكا نحطهم من بعد تنقلكم. طوى الميلانج هذي الكل ولا اوموجين وكل شيء باش نزيدوا العظيمة. باش نزيدوا توك العظيمة نكملوا نركضوا نعجنوها بالكدي وبعد تنقلكم ليتاب اللي بعد شنو نعمل. بيه اكل بات نتاعنا تويكا وليت جيريه. دونك الفازه شنو هي تويكا؟ البيتران عاوننا على خاطر فما بارتي معناتها فما ايتاب لازم تخدمها شويه بيديك. والايتاب هذيا شفتها عند مامتي ام ماما الله يرحمها كانت قبل ديما تعمل لنا الفطاير الصباح كي نمشيو بحذيها. دونك الصباح نبداو نستناو وقتاش نقومو تلقاها هي قامت قبلنا برشا باش تحضر لنا الفطاير وناكلو منها ونبداو نتبنوا. دونك بالحق الله يرحمها ما كانت عندها بالحق فطاير ياسر 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 بلي ام بابا ربي فضلها وام ماما الزوز معناتها كل وحده فيهم تعلمت منها برشا حاجات سورتو كي تبدا هكا صغير والكل تبدا عندك لوبسيرفاسيون كبيره على الاخر معناتها في لي ديتاي هذوما والكل تي حاسيلو حكايه هكاك مو نحب الكلام نحب نحكي نحكي في حكايه هكا حكايه تعز عليا. دونك من بعد البات هي بيدها باش تاخذوها وتبداو تعجنوها شويه هكا بيديكم مش مرتين ولا ثلاثه راهو معناتها تعملوها بالكدي. ربي فضلنا البيتران. باهي يا جماعه باش نحط هذيا ترتاح 30 مينوت هكاكا خلينا نغسل يدي ونجيب. توا باش نتعداو للنوازيت شي نقصد كريمه نوازيت. هنايا باش نعملو كريمه النوازيت. كريمه النوازيت مانيش باش نعملها الصيده هكا نتاع العاده باش نحط فرينه باش نحط نشي وباش نحط حليب. هنايا 150 غرام بات نتاع نوازيت باش نزيدهم 3 مغارف كبار نشي و 500 مليلتر حليب. دونك هي تنزيد هذايا الحليب ونشي مش مليانين برشا والسكر كيف كيف باش نحط واحدة اثنين ومن بعد عيني ميزاني كان حسيتها مش حلوة نزيد في الاخر بالكل باش نركض هذا الكل مع بعضه نرحي ومن بعد باش نحطو تي بدلت الكسرونة فوالا. دونك توا اكل الكريمة نتاعنا باش نخليوها تشيب على روحها. دونك بالحق اتخافيغ التشالنج هذا كل مره هكا نختار سوجي اللي يفيدني انا في داري ويفيدكم انتوما زاد خاطر فما ساعات ديزاستوس صغار يخليوك معناتها تعمل حاجات بنينه وفي نفس الوقت تكونوا سهلين معناتها. توا شنو باش نكمل؟ نكمل لهم شويه عظم فما شكون اللي يحب العظم في الزبده والكل باش نكمل معاهم هكا شكشوكه صغيره شويه ملاوي شويه دقله شويه غله ما هذوما. الكريمه نتاعنا حضرت بيسكو باش يبداو فما برشا تناوش وكل شيء مانيش نصب في معناتها صحافي كبار باش نعمل هذوما دي فيغين يبداو هكا مزيانين سامباتيك وباش نصبوا فيهم العصيده نتاعنا فوالا. فزدتها في الاخر طبعا هوني قلبت في الحليب هكا باش كي نصب ما نمسخش لي بور نتاع لي فيغين نتاعي نزلت فيهم البركه. خنزيد نجيب دي فيغين وخلي باش نحط فيها بقيه الوين وكها والكريم نوازيت نتاعنا حاضر. شفتوا مسالها سهله ماهله اون بليس عملناها بيديتنا بكل حب وبكل فازت بنينه. هاي خنجيب لي فيغين ش عندي عندي شويه فيكيا بوفريبا مهروشه باش نحطها. شفت عملت دي فيغين صغار ودي فيغين كبار للي يحب يذوق شويه تونه واللي يحب ياخذ وحده كبيره ما مش كبيره برشا باسكو انا قلت لكم باش نعمل برشا حاجات دوكو كليتني واش نحبهم يذوقوا من كل شيء. وانا وحده من الناس هكاك كي نمشي هكا البلاصه فيها برشا هكا في الواحد دبي ناخذ شويه شويه باش ما نشبعش من حاجه بركه ونقعد هكاك وتغيظني كيفاش ما ذقتش من حاجه اخرى. بيه دونك توا البات نتاعنا ارتاحت لاستوس نتاعي نحطها في الفور على 40 درجة جوست هكا شوية بركة كي يسخن الفور نسكة ونخليها في التفاية على خاطر توا الدنيا باردة وكل شيء. دونك البات تقعد برشا باش ترتاح وتنفش خليتها سويعة من زمان. هنايا باش نستعملو برشا الزيت باش ما تلصقناش خاطرها هي توا البات معنتها تلصق في اليد والكل وانتخو طون احنا توا حطينا هكا الزيت نتاعنا قاعد يسخن باش نعمل هذيا هكايا باش انا نقسمهم توا حتى الملمس نتاعها تعفو. باهي برشا زيت في اليدين نجي هنايا ونقص هوني ونعملها هكا باش نعمل فيها من داخل هكا كيما تخو باش نخليها هكا تكون
هلا نخليها ترتاح شوي خاطر باش الزيت تتلم تويكا. دونك نزيد شويه زيت في يديا، ديما الزيت باش ما تلصقليش في يديا. ناخذ كل واحد هكا ونحطها من بعد في الاخر بالكل تاو نعمل توا باش يسخنك الزيت. انا ديجا حطيته يسخن باش ناخذ الكعبه. ديجا هاني جربت لكم انا كعبه هنايا. ناخذ الكعبه نتاعنا نحلوها هكا في الوسط ونرميوها ونبداو ندورو فيها. الزيت نتاعنا سخن تويكا باش نجربوا الكعبه الاولانيه. دونك عملنا فيها اكل واحده هذيك. اوبا هنا عندي كالباجيت متاع السوشي، دونك نقعد ندور فيها هكا باش الحفرة اللي عملتها متتنحاش. عندي سكر وحطيت فيه شوية قرفة. الحقيقة انا القرفة تعجبني برشا معنتها في الواحد، تعطي هكا جو بنين على الاخر. نجي ونعملها هكا ديك وتخرج من الذيك نحطها في وسط ال هلا. ريحة فيوحة تويكا. ليتاب الاخرى اللي هي نجي ناخو مغرفة ونبدأ هكا نعمل هكا. هو الفوميو راهو البات لازمها ترتاح بالكديب بالكديب، لازمها ديك تخدمها هكا برشا مرات. بي الكعبة هذية متاعنا نزلت شوية نزلتوها هكا شوية، وهذية نهزوها ونحطوها في السكر وهي سخونة. اسمع دليها ويصور واحنا جربنا الدنيا الكل. البنبالون على الفطاير على الدنيا وكهو. اسمع البات جيت هشوشة ابنينة تعمل الكيف. دوها جست هكا نحطوها. عملت كعيبات بامبالوني. عندي هنا الفرق الوحيد هي الدورة اللي في الوسط، واحدة فارغة في الوسط وواحدة معبية اما تكون كروستيونت من داخل. هاي ديجا عملت واحدة من بكري وانا راني نعمل لكم في الجو. دونك جربوها وينكم مغمضة. بالاخص اسمع السكر حطوا فيه الواحد كما قلت لكم القرفة. وهذا هو التيديج نتاعي حضرته. اون بلوس تو الدنيا بارده نتاع ركشه نتاع هكا تستدعي صحابك ولا تمشي بحذا صحابك. دونك على هذاك اليوم قلت خلنا نعمل حاجه نضيف بحذايا نضيفين ناخذوا كلمه نعطيو كلمه وكل شيء. فوتكم انا بالكليم وفوتكم بالليزاكسيون اللي عملتهم بالكل. زدت عملت شكشوكه هكا ورشيت فوقها هكا شويه معدنوس شويه بصل وعملت فيها عظيمه عربي. وهنايا حطيت فرماج سيسيليان وشويه طماطم. شو عملت؟ زدت شويه دقله. عملت البنبلوني نتاعي جاو هبال هبال هبال. بيان سور كي نقولوا بتي داج تونسي معناتها راهو لازم القوطة ومعاها العسل ولازم زادا المعجون. اليوم اخترت انا المعجون فريز متاع صبرة ومعاهم شوية هكا زبدة كما نعرف انا كعبيت ملاوي وكهو يزي. هذا هو وان شاء الله عادة يعجبوهم هكا لغوصات متاع اليوم. نتصور بش يعجبوهم خاطر كل شيء بنين ضغط من كل شيء. البنبلوني الكريمة وكهو. انا توا مش نستنى الضيفين متاعي وانتو ما نخليكم مع التوب ولا فلوب. الروسيت هذيا نتاع اليوم ما فيهاش برشا نومبر دو فو ما حسيتها توا قريب رمضان وكل شيء تنجح على الاخر. اسمها كريمه الطبخ هي هذه الفيديو. حطت زوز كيسان حليب وزادتهم زوز مغارف نشي وحطت اكل البويون هذاك اللي يبدا كاري هذاك وحطت معاهم مغرفتين كبار فرماج تارتيني وفي الاخر بالكل حطت زبده. خلطتهم الكل مع بعضهم كيما نعملوا الكريمه ومن بعد حطتهم في بواط وخليتها. سميتها كريمه الطبخ. والله هي لهذيا تستحق نجربوها ولا تستحق. دونك هي حطت زوز كيسان حليب رفقة الله يرحم والديها حطت لي وزنت لي كل شيء. زوز كيسان حليب معاهم زوز مغارف نشي كبار ومعاهم حطت اكل البويون مكعب. دونك احنا باش نحطو هاو عندي واحد هوني وحطت فرماج اتارتيني. دونك نجمو نحطو هذايا والا تنجمو تحطو حتى لاخر اكل تريونغل. اما خدت تبعو الرسات متاعها باش نشوفوها ناجحه ولا ونحطهم فوق الغاز. خلطوا كل شيء في البارد وبعد باش نحطو فوق الغاز ونشوف في الاخر بالكل باش نحط الزبده. هي حطتها في الاخر. والله تنجح هذه كان تطلع تنجح نولي في بلاصه ديما البشاميل نعمل هيك. هيا بقطت عرفت التكستور متاعها الكريمه جات. دونك هي في الهتاب هذيا زدتها الزبده تنجح هذه. نجمو نعوضوا بها حتى البشاميل. ريحتها فيه هاي خنفقوها. انا بديت نعبي فيهم في البوات ظهر لي معش نستعمل الصوص بشاميل باش نولي نستعمل هذيا ياسر فيوحة. ناجحه والله ملحة شوية. دونك نولي في عوض باش نحط واحد كامل هذيك البويون نولي نقسمه على زوز نحط شطرو ما نحطوش الكل. اما ناجحة ناجحة على الاخر. ملا
هباء. هالصوص هذايا متاع كريمة الطبخ ياسر بنينة، حسيلو جربوها بنينة جوباليد، سورتو هكا تعملوا بها حاجات غاتيني في الفول وكل تنجح على الاخر. يلا نخليكم توا مع الدمق اشتاقتك. مرحبا بكم في دمق اشتاقتك. اليوم انا تحديدا في المنزه 5، وتحديدا عن كما سميتها انا ملكة الملاوي سعيد. خاطر الطقس كبير دوك مشيت نلقى عندها شربة العدس، نلقى عندها العجة، نلقى عندها برشا دفلا باش نجربهم، خاطر نيجي على الاخر ما كنت حد شيء باش نستنى البنة هذي. يلا انا نحب عجه بالمرقيز، انا هوني خديت عجه بالمرقيز خاطر نعرف كنت تختاروا المرقيز خصيصا ابي فلفل ملبوله. اي نحبها على الطريقه نتاعك. انا طريقتي نعملها هكا تحبوها كيما شايشي اي بزاف ثوم بعد باش نزيدوها شويه ثوم هذاك. ديت الريحه تفوح يا بنينة، ريحة فيوحة. هذيك تحضرها من قبل باش تربح الوقت. شنو ناقص الملاوي وحيدر بوقا كيما نعرفينا؟ هذا ساندويتش تنويش هاي عشان مش نقرمش. هذه البداية ومازال مازال. ملا ريحة الجيزو زيتجي وتعبيت المداوي وتوى أحسن مومو في الدماغ شترقة طق ديجوستاسيون واسمه القرميشة اللي من برا. بسم الله هذا مطلوب بيان سور لازمها رشفه بوغا سيدر سورتو. نتعداو للعجه وهنا انا خديت في عوض الخبز خديت ملاوي سوبليمون هذايا تنجموا تزيدوه باش نغطسوا في البنه. ياسر بنينه بنينة برشا 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 فيوحة بالقديم بالقديم سبتوم سعيدة تحسيها برشا ثوم وتصلوا كل هاي ما نجموش يكون عجة ما غير عظمة مروبة هكية ناو بحقها بنينة على خل ايه. هذا هو كان الدماغ شترقة طق اليوم ان شاء الله عجبكم لبون فلون. كان عندكم بلايس اخرين تحبونا نجربوهم كالعادة وعطونا على تنويشة في الفيسبوك انستغرام ولا يوتيوب ولا تيك توك زيدا. حصلوا ملا بنا وملا سعيدة وملا ماكلة وملا نظافة وملا كل شيء. يجيو جربوا الملاوي شفتوا العجة بنينة مش نورمال والبلان تاعها كي تحبوا بلايس كالوب كل مرة هي تعمل منيو دو جوغ. دونك شفتوا المارشي نتاع المنزه 5 غادي كاسألوا على سعيدة اللي تعمل الملاوي أتو يدلوكم سهل على الاخر خاطر هي جوست في القفة نتاع المارشي. يجيو جربوا وذوقوا البنة نتاع ملكة الملاوي سعيدة. تشاو.